جسم وزنه 5 نيوتن موضوع على مستوى أفقي خشن، أثرت عليه قوة أفقية جعلته على وشك الحركة. إذا كان قياس زاوية الاحتكاك النهائي عندئذ بتساوي 60، طالب مني مقدار رد الفعل المحصل. الاحتكاك النهائي زاويته 60، طبعا عارف إن معامل الاحتكاك ميم س بيساوي ظ لام اللي هي ظ 60 بيساوي جذر 3. إذا ميم س بيساوي جذر 3. إذا ح س الاحتكاك النهائي بيساوي ميم س في ر، يعني جذر 3 ر. طيب ر بتساوي كام؟ رد الفعل العمودي بيساوي الوزن 5، يبقى بيساوي 5 جذر 3. طالب مني ر شرطه، ر شرطه تربيع، انا عارف ان ر شرطه تربيع بتساوي ر تربيع زائد ح تربيع. لما نربع ر اللي هي 5 في 5 ب 25، لما نربع الح س يبقى 25 في 3 ب 75 بيدوني 100. اذا ر شرطه بيساوي جذر ال 110 نيوتن. جسم كتلته 5.6 كيلو جرام موضوع على مستوى افقي خشن، معامل الاحتكاك السكوني 3/5، مربوط في احد طرفي خيط غير مرن يمر على بقله صغيره ملسيه عند الحافه، في الطرف الاخر كافه ميزان كتلتها 1.1. كافه الميزان كتلتها 1.1 كيلو جرام. ما هو مقدار اكبر ثقل يمكن وضعه داخل الكفه بحيث يكون الجسم على وشك الحركه؟ بحيث يكون الجسم على وشك الحركة. الكتلة اللي هنحطها جوه الكفة هنفترض مقدارها قاف بحيث الجسم يكون على وشك الحركة. طيب هنكمل البيانات على الرسم. الكتلة 5.6 يبقى الوزن بتاع الأسفل، في رد فعل عمودي، اتجاه الاحتكاك بيبقى عكس اتجاه حركة الجسم. هنا الوزن 5.6 كيلو جرام، يبقى 5.6 ثقل كيلو جرام. رد الفعل العمودي الاحتكاك النهائي اللي هو ميم س في ر، يعني 3/5 في ر اللي هي 5.6. الجسم على وشك الحركة، اذا الشد هنا في الخيط مقداره قاف زائد 1.1، بما ان الجسم ما زال متزن اذا فوق بيساوي تحت، يبقى ر بيساوي 5.6، فوق بيساوي تحت ويمين بيساوي شمال، قاف زائد 1.1 بيساوي 3/5 في 5.6. هنقل 1.1 مش المخالفة، يبقى قاف بيساوي 3/5 في 5.6 ناقص 1.1 بالآلة بيديني 2.26 ثقل كيلو جرام. السؤال الثالث، إذا أثرت القوة التي مقدارها 6/2 وحدة قوة، ده معيار القوة يعني، في المستقيم الذي ميله 1 ويمر بالنقطة ألف 0 1، المطلوب القياس الجبري لعزم القوة حول النقطة ب اللي هي -3/2. طيب أول حاجة بيقول لي ألف كام؟ 0 و1، يبقى واو ألف طولها 1 1. طيب ميل المستقيم بيساوي 1، المستقيم ميله 1، يبقى بيصنع زاوية هنا كام؟ 45. وطبعا دي قايمة، يبقى الزاوية دي برضو 45، يبقى ده مثلث متساوي الساقين، يبقى واو جيم طولها برضو 1 بس في الاتجاه السالب، يبقى احداثي جيم سالب 1 و0. يبقى حددنا نقطة تقاطع محور السينات ومع محور الصادات. القوة التي مقدارها 6/2، خد بالك من اتجاه القوة، ماشية في اتجاه جيم ألف. إذا قاف تؤثر في المتجه جيم ألف، جيم ألف متجه اللي هو إيه؟ ألف ناقص جيم، مهم جدا اتجاه السهم. طيب ألف ناقص جيم يبقى 0 ناقص سالب 1 ب1 و1 ناقص 0 ب1. إذا جبنا المتجه ألف جيم نجيب معياره، يعني طول المتجه بيساوي الجذر التربيعي لمربع الإحداثيات، يبقى الجذر التربيعي 1/3 + 1/3 يبقى جذر 2. انا بعمل كل ده ليه؟ عايز احول قاف من كميه قياسيه الى كميه متجهه، يبقى قاف المتجه قاف بيساوي معيارها
جذر 2 في متجه الوحدة اللي احنا جبناه اللي هو 1 و1 على معياره اللي هو جذر، يبقى 6 جذر 2 في متجه الوحدة اللي هو متجه الوحدة اللي هو 1 و1 على معياره جذر 2 يديني جذر 2 مع جذر 2. اذا قاف بتساوي قاف متجه هيساوي 6 في 1 ب6 و6 في 1 ب6. طيب قاف تؤثر فين؟ في نقطة ألف اللي هي كام؟ 0 و1. طب أنا عايز العزم فين؟ حول ب اللي هي كام؟ تسالب 3 و2. طيب كده بجيب الر، إذا المتجه ر بيساوي 0 ناقص سالب 3 بيساوي 3، 1 ناقص 2 بيساوي سالب 1. عايز أجيب العزم، بضرب ر في قاف، 3 وسالب 1 أضربها ضرب اتجاهي في قاف اللي احنا جبناها 6 و6، يبقى 3 في 6 ب 18، 18 ناقص سالب 1 في 6 بسالب 6 يبقى موجب 6، يبقى النتيجة 24 وحدة عزم. إذا أثرت قوة قاف مقدارها 60 نيوتن في النقطة ب، فإن القياس الجبري لعزم قاف بالنسبة لنقطة جيم. طيب أخلي بالي إن اتجاه قاف رايح على نقطة ب، يبقى هنمد قاف على استقامتها، هنمد القوة قاف على استقامتها، وطبعا قيمتها كان بيقول لي السهم اتجاه السهم قيمتها كانت 60. بعد ما حددت القاف اقدر احلل القاف الى اتجاهين متعامدين، 1 في اتجاه ب ا، القوة التانية عمودية على ب ا لأسفل، الزاوية كانت 150 درجة. لما نمد قاف على استقامتها بقت الزاوية هنا كام؟ 30 درجة، يبقى هنا فيه 60 جتا 30، والعمود عليها 60 في جا 30، 60 جا 30 على 60 في نص بيساوي 30 نيوتن. طيب المطلوب العزم عند ج، هنجيب عزم القوة الأولى اللي هي 60 جا 30 اللي هي في اتجاه ب أ، يبقى البعد العمودي 30 جذر 3، واتجاهها بيدور مع عقارب الساعة، يبقى 60 جذر 3، 60 في جذر 3 على 2 يعني اللي هي 60 جذر 30 في البعد العمودي 30 جذر 3، قلنا الإشارة مع عقارب الساعة. القوة الثانية اللي هي 30 برضو بتدور مع عقارب الساعة، يبقى إشارتها سالب قيمتها 30، البعد العمودي بينها وبين ج بيساوي 80 سنتي، يبقى في 80 سنتي بيساوي طبعا كتر بالقياس الجبري يعني العزم بإشارته، جذر 3 في جذر 3 بيساوي 3، 3 في 30 ب90، 90 في 60 على 2 يبقى 90 في 30 بالسالب ناقص 30 في 80. لو اخدنا سالب 30 عامل مشترك، سالب 30 عامل مشترك، هيبقى لي 90 زائد 80 يبقى سالب 30 في 170 سنتي بيساوي، السالب هينزل والصفرين هينزلوا، 3 في 17 بيساوي 51، يبقى سالب 5100. واللي جسم وزنه 20 ثقل كيلو جرام موضوع على مستوى مائل خشن يميل بزاوية 30 على الأفقي، ربط بخيط خفيف غير مرن يمر على بكرة صغيرة ملساء مثبتة عند حافة المستوى، يتدلى من الطرف الآخر كفة ميزان كتلتها 0.5 كيلو جرام، معامل الاحتكاك 1 على 2 جذر 3، ما هو الثقل الذي يجب وضعه في الكفة ويمنع الجسم من الانزلاق؟ كتلة الكفة 0.5 كيلو جرام، هنضيف عليها قوة بنفترضها قاف او جسم وزنه قاف عشان يمنع الجسم من الانزلاق. طيب هنا في الوزن 0.5 زائد قاف، يبقى هنا برضو 0.5 زائد قاف الأعلى يمنع الجسم من الانزلاق، يبقى الاحتكاك النهائي برضو لأعلى يبقى زائد حاسي. لما نحلل الوزن 20 يبقى مع المستوى 20 جا 30 وعمودي على المستوى الأسفل 20 جا 30، عمودي على المستوى 20
جتا 30 يعني 10 جذر 3، ومع المستوى الأسفل 20 جا 30 يعني 20 في نص بيساوي 10. وهنا رد الفعل العمودي، الجسم على وشك الانزلاق يبقى ما زال متزن، يبقى فوق بيساوي تحت، يبقى ري بيساوي 10 جذر 3، ري بيساوي 10 جذر 3، ويمين بيساوي شمال يعني نص زائد قاف زائد ح س. ح س اللي هي ايه؟ معامل الاحتكاك ميم سين اللي هي 2 1 على 2 جذر 3 ميم سين في ر اللي هي 10 جذر 3 بيساوي، قلنا فوق بيساوي تحت ويمين بيساوي شمال، بيساوي 10 يعني نص زائد ق زائد ح س بيساوي 10. ادي نص زائد ق زائد ح س بيساوي 10. نختصر المقدار يبقى نص زائد ق زائد الجذر مع الجذر و10 على 2 بيساوي 5 بيساوي 10. نص وخمسة يبقى خمسة ونص، تروح بشارة مخالفة يبقى قيمة قاف بتساوي 4.5 ثقل كيلو جرام. السؤال التاسع، قال به قضيب خفيف يعني ملوش وزن أثرت عليه القوة الرأسية المتوازية الموضحة بالشكل والمقدرة بالثقل كيلو جرام، فإذا كانت المقدرة المحصلة 6 وتعمل رأسيا لأسفل وتبعد عن ألف 45، مطلوب مني قاف 1 زائد قاف 2. طيب نحدد الأول اتجاه المحصلة التي تعمل لأسفل وعلى بعد كام؟ على بعد 45، يبقى هنا 15 وجنبها هنا 15، المحصلة مقدارها 6. طبعا المحصلة دايما بتكون في الاتجاه المجموع الأكبر، يبقى 8 زائد قاف 2، 8 زائد قاف 2 ديت أكبر من المجموعة اللي فوق اللي هي قاف 1 زائد 7، ده بيساوي المحصلة. المحصلة في الاتجاه المجموعة الكبيرة، يبقى المجموعة الكبيرة 8 زائد قاف 2 ناقص قاف 1 زائد 7 بيديني المحصلة. نختصر، 8 ناقص 7 بيساوي 1، قاف 2 ناقص قاف 1 يبقى قاف 2 ناقص قاف 1 بيساوي 6. يبقى وصلنا لأول معادلة، إن قاف 2 ناقص قاف 1، قاف 2 ناقص قاف 1 بتساوي 5. الخطوة الثانية هنجيب العزم عند نقطة ب. عزم المحصلة عبارة عن 6 في البعد العمودي، يعني 6 في 15 ب90 بتدور ضد العقارب يبقى موجب 90. عزم المحصلة بيساوي عزم جميع القوى عند نقطة ب. أول قوة عندي 8، البعد 30، 30 في 8 ب240 مع العقارب يبقى سالب 240. القوة الثانية طبعا ق بتمر ب يبقى عزمها بصفر. 7 البعد العمودي 30، يبقى 7 في 30 ب210 مع العقارب يبقى سالب 210. اخر قوة عندي ق 2، البعد العمودي 60، 60 ق 2 بتدور عكس العقارب يبقى موجب 60 ق 2. لو قسمنا كله على 10 يبقى 9 بيساوي، هنقسم هنا على 10 يبقى سالب 24 سالب 21 يبقى سالب 45 زائد 6 قاف 2. هنقل سالب 45 مع 9 بإشارة موجب يبقى 54 بيساوي 9 بيساوي 6 قاف 2. معنى كده إن قاف 2 بيساوي 54 على 6 بيساوي 9. نعوض في المعادلة الأولى، 9 ناقص قاف 1 بيساوي 5. إذا قاف 1 بتساوي 4. كان طالب مني قاف 1 زائد قاف 2، يبقى 9 زائد 4 بيساوي 13. وضع جسم وزنه 40 جذر 3 على مستوى مائل خشن يميل على الأفق بزاوية ظلها 3 على 4، أثرت عليه قوة مقدارها 22 جذر 6 تميل بزاوية 45 على المستوى الأعلى، وكان الجسم على وشك الحركة الأسفل، مطلوب معامل الاحتكاك السكوني. الوزن 40 جذر 3 والقوة 22 جذر 6، 22 جذر 6. طيب القوة اللي هي 40 جذر 3، نبص على الرسم اللي تحت، حللناها عمودي على المستوى 40 جذر 3 في 4 على 5، جبت 4 على 5 منين؟ الزاوية مستوى يميل بزاوية ظلها 3 على 4،
نفترض ان الزاوية اهي ظل 3 على 4 يبقى الوتر 5، يبقى هنا 40 جذر 3 جتا اهي 40 جذر 3 في جتا اهي، يعني 40 جذر 3 في 4 على 5 مع المستوى الاسفل الوزن، مركبة الوزن 40 جذر 3 في ج ه. بالنسبة للقوة 22 جذر 6 هتتحلل مع اتجاه المستوى الاعلى 22 جذر 6 في ج في ج ده 45، يعني 22 جذر 6 في 1 على جذر 2 ب 22 جذر 3 في اتجاه المستوى عمودي على المستوى هنحللها، هتبقى 22 جذر 6 في 1 على جذر 2 يبقى 22 جذر 3، وما تنساش رد الفعل العمودي. كده حللنا القوة، فوق بيساوي تحت، فوق بيساوي تحت، ويمين بيساوي شمال، يبقى 22 جذر 3 زائد ح س اللي هي ميم س في ر بيساوي تحت 40 على 5 ب 8، 8 في 3 ب 24 جذر 3 يبقى 24 جذر 3. اذا ميم س في ر هنقل 22 بشرى مخالفه، يبقى ميم س في ر بيساوي 2 جذر 3. المعادله الثانيه ر زائد 22 جذر 3، ر زائد 22 جذر 3 بيساوي 40 على 5 8 في 4 ب 32 جذر 3، 32 جذر 3. اذا ر بيساوي هنقل 22 بسالب يبقى 10 جذر 3. اذا م س مش عارفها، في ر اللي هي 10 جذر 3 بيساوي 2 جذر 3، الجذر مع الجذر يبقى م س بيساوي 2 على 10 يعني 1 على 5. السؤال رقم 11، في الشكل المقابل سلم ا ب غير منتظم يعني وزنه مش في المنتصف، طوله 4 متر وزنه 200 نيوتن، يستند بطرف ا على ارض افقيه خشنه، معامل الاحتكاك 3 على 5، يستند بطرفه ب على حائط راسي املس. اذا كان السلم على وشك الانزلاق عندما كان يميل بزاويه 45، عايز نقطه تاثير الوزن عن ا اللي هنفترضها باللام، طرف ب يستند على حائط راسي املس، يبقى عندي هنا رد فعل عمودي هنسميه ر 2، وعندي هنا رد فعل عمودي عند ا هنسميه ر 1، وفي احتكاك هنا في رد فعل عمودي هنسميه ر 1، وهنا في احتكاك هنسميه ميم س اللي هي 3 على 5 في ر 1. يبقى القوة اللي عندي 200 لأسفل، قوة 200 لأسفل، وعندي ر 1 لأعلى. طبعا الجسم أو السلم متزن على وشك، يعني متزن، إذا فوق يساوي تحت، يبقى ر 1 بيساوي 200. أو المعادلة عندي ر 1 بيساوي 200، يمين بيساوي شمال اللي هي ر 2 بيساوي 3 على 5 ر 1، يعني 3 على 5 في 200 بيساوي 120. المعادلة الثالثة، العزوم عند أ بيساوي صفر، 3 على 5 ر 1 ور 1 ملغيين، عزمهم بيساوي صفر. ب عند القوة 200 هضربها في البعد العمودي، يبقى 200 في لام البعد العمودي لام جتا 45، يبقى 200 في لام جتا 45 بتدور عكس عقارب الساعة بالموجب. القوة الثانية اللي عندي اللي هي ر 2 اللي هي قيمتها 120 بتدور مع عقارب الساعة بالسالب، سالب ر 2 يعني سالب 120 في البعد العمودي للقوة ر 2 عن نقطة أ اللي هو ب واو، طول ب واو بيساوي المقابل في جيب الزاوية يعني 4 ج 45، يبقى 4 ج 45 مجموع العزوم بيساوي صفر. طبعا لو قسمنا على جذر 45 اللي هي 1 على جذر 2، وهنا برضه 1 على جذر 2، هيبقى لي 200 لام بيساوي سالب 120 في 4 بشاره مخالفه يعني 480 الناحيه الثانيه. اذا لام بيساوي 2 و4
من 10 متر. أ و ب و ج و د أربع نقط على السكان واحدة، أ ج يساوي ج د يساوي د ب، القوتان 10 و10 يكونان ازدواج، يكافئ الازدواج الناتج من القوتين 40 و40. جتا سيتا بتلاتة على خمسة، طالب مني العلاقة بين الزاويتين سيتا وفاي. طيب الأول القوة 40 و40 بيكونوا ازدواج، يبقى عزم الازدواج يجي لو وصلنا عمود من دال على القوة التي مقدارها 40 وجبنا طول العمود. العمود ده مقابل للزاوية فاي. لو فرضنا ان ا ج بيساوي لام، ج د بيساوي لام، د ب بيساوي لام، يبقى العمود مقابل للزاويه فاي بيساوي الوتر في جيب الزاويه. يبقى العزم الاولاني بتاع القوتين 40 معياره 40 في البعد العمودي اللي هو قلناه كام؟ قلناه عباره عن لام في ج الزاويه الاولى. طيب ده يكافئ الازدواج المكون من القوتين 10 و10، يبقى برده نفس الكلام، هننزل من ألف على القوة الثانية اللي مقدارها 10 بعمود ونشوف طول العمود ده هيساوي كام. نزلنا بعمود بين القوتين 10 و10، هذا العمود يقابل زاوية سيتا والوتر بتاع المثلث 3 لام، يبقى هذا العمود طوله 3 لام في جا سيتا. إذا معيار عزم الازدواج بيساوي 10 في العمود اللي هو 3 لام جا سيتا، اللام مع اللام وهنقسم على 10، يبقى هنا 4 جا فاي بيساوي 3 جا سيتا. طيب جا سيتا بكام؟ عندي جتا سيتا ب 3 على 5، يبقى جا سيتا بيساوي 4 على 5. فهمنا ايه؟ 4 مع 4 يبقى جا الزاوية فاي بيساوي 3 على 5. كده خدت بالي ان جتا سيتا ب 3 على 5، جتا سيتا بيساوي 3 على 5، وجا فاي بيساوي 3 على 5. خدنا علاقه في اولى ثانوي وثالثه اعدادي بتقول ان لما الجا بيساوي الجتا يبقى مجموع الزاويتين بيساوي 90، اذا العلاقه بين الزاويتين ان مجموعهم بيساوي 90. ا م يساوي ن، ب يساوي 20، م ن يساوي 60. مجموعة القوى المقدره بنيوتن والمبينه مقاديرها واتجاهاتها في الشكل تكافئ ازدواج. القياس الجبري لهذا الازدواج بيساوي 3600، طالب مني قيمة قاف. خد بالك معايا، عند نقطة ألف في قوة لأعلى مقدارها 40 جذر 3، وقبلها عند نقطة ب في عكس الاتجاه 40 جذر 3 لأسفل، في بينهم ازدواج، قوتين متوازيتين متساويتين في بينهم ازدواج. فجينا من ألف مدينا اتجاه القوة لأسفل، وصلنا العمود بين القوتين 40 جذر 3 و40 جذر 3. يلا نجيب طول العمود. كان قايل لي إن هنا ميم وهنا نون، قال هنا 20 وهنا 60 وهنا 20، دي من المعطيات، وقايل إن الزاوية ده هي 30 درجة، يبقى هنا 30، يبقى هنا 30 30، يبقى هنا 30 بالتناظر وهنا كمان 30 بالتناظر. اذا العمود بين القوتين الوتر بتاعه 100 والزاويه المجاوره 30، يبقى 100 في جتا 30 يعني 50 جذر 3. اذا عزم الازدواج الناتج من 40 جذر 3 و40 جذر 3 بيدور عكس العقارب، يبقى قيمته 40 جذر 3 في البعد العمودي 50 جذر 3 بالموجب. نشوف القوتين التانيين، عندي قوة قاف تؤثر في ميم في الاتجاه الأفقي مقدارها قاف، وفي عكس الاتجاه برضو قوة مقدارها قاف. إذ مديت القوة قاف اللي عندي نون على استقامتها عشان أوصل عمود بينها وبين قاف التانية، العمود مقابل لزاوية 30 والوتر 60، يبقى هذا العمود طوله 30 سنتي، يبقى قاف في 30 تدور بالسالب، يبقى سالب 30 في قاف. دول بيدوني ازدواج محصل، مدولي في المعطيات قيمته 3600.
40 في 50 ب 2000 في 3 ب 6000 ناقص 30 قاف ناقص 30 قاف بيساوي 3600. سؤال سهل جدا، هنقل 30 قاف بإشارة موجبة يبقى 30 قاف، وهنقل 3600 بالسالب يبقى 6000 ناقص 3600 بيديني 2400، يبقى قيمة قاف بنقسم 2400 على 30 بيديني 80 نيوتن. ألف ب ج صفيحة رقيقة مهملة الوزن على شكل مثلث قائم الزاوية في ب زاوية ب زاوية قائم. ثبتت الكتل 12 عند ألف، يبقى هنا في كتلة مقدارها 12. 13 عند ب، هنا في كتلة مقدارها 13. كتلة 5 عند ج، يبقى هنا في كتلة مقدارها كام؟ 5. إذا علقت الصفيحة تعليقا حرا من ب، عايز في وضع الاتزان ب ج يصنع زاوية مع الرأس ظلها كام؟ طيب الصفيحة ملهاش وزن، يبقى هو سهل عليا المسألة، كل عليا بس إني أحدد إحداثيات النقط اللي عندها الكتل. لو فرضنا ب صفر وصفر، أ هتبقى صفر وخمسة، حركنا من ب لجيم 12 يبقى جيم 12 وصفر. الجدول بتاعي تلات نقط اللي هنشتغل عليهم الف وب وجيم. الكتلة عند الف 12، كتلة عند ب 13، عندي جيم 5. احداثيات الف صفر وخمسة، احداثيات ب صفر وصفر، احداثيات جيم 12 وصفر. احداثي مركز الثقل س بيساوي، بجمع الكتل في المقام يبقى 30. 12 في 0 13 في 0، 5 في 12 ب 60، يبقى الاجابه بتساوي 2. بالنسبه للصاد بنفس الطريقه 30. احداثي مركز ثقل الصادي في المقام 30، في البسط 12 في 5 ب 60، وصفر في صفر و12 في صفر يبقى 60 على 30 بيساوي 2. اذا مركز الثقل ميم 2 و2. هنحدد نقطة 2 و2 على المثلث، لو اتحركنا كده 2 هطلع هنا 2. هعلق الصفيحة من ب، يبقى الرأسي من ب هيمر على مركز الثقل. لما نعلق الصفيحة من ب يبقى الرأسي لازم يمر بمركز الثقل اللي هو ميم 2 و2. ده الرأسي. نقطة ميم احداثياتها 2 و2، يعني اتحركنا من ب لجيم 2 وبعدين طلعنا 2. كل ده نوضحه على الرسم، اتحركنا 2 وطلعنا 2، يبقى المثلث ده متساوي الساقين، يبقى زاوية م ب ج تبقى 45. طالب مني المستقيم أو الشعاع ب ج يصنع زاوية مع الرأسي ظلها كام؟ الشعاع ب ج يصنع زاوية مع الرأسي، الرأسي قياسها 45 يبقى ظلها بيساوي 1. سؤال 15، صفيحة رقيقة منتظمة السمك والكثافة على شكل مثلث متساوي الأضلاع، طول ضلعه 12، أ هي عمودي على ب ج، د ينتمي لأ ه بحيث د هي 3 جذر 3. إذا قطع المثلث د ب ج طالب مني مركز ثقل الجزء المتبقي يبعد عن أ كام سنت. بيانات المثلث المتساوي الأضلاع، ه تنصب ب ج يبقى هنا ب ه 6، ه ج 6، عايز أجيب أ ه. أ ه ضلع في مثلث قائم يقابل زاوية 60 ووتر 12، يبقى أ ه بيساوي الوتر اللي هو 12 في جا 60 يعني 6 جذر 3. هنفترض إن م هي نقطة تقاطع متوسطات المثلث أ ج، تقسم المتوسط بنسبة 1 إلى 2 يعني ه م تلت أ ه. إذا ه
ميم بيساوي تلت ألف يعني 2 جذر 3، وبالتالي قدرنا نقول إن ميم إحداثيها هيبقى 6 و2 جذر 3، بيحدد كتلة المثلث أ ب ج من خلال مساحته نص حاصل ضرب الضلعين في جا 60، 12 في نص حاصل ضرب الضلعين في جا بالزاوية المحصورة، 12 في 12 ب 144 نصهم 72 في جا 60 يعني 36 جذر 3. المثلث الثاني ب د ج بقى مثلث متساوي الثقيل، هنفترض مركز ثقله عند نقطة نون، نون مركز نقطة تقاطع متوسطات المثلث ب د ج، ه نون تلت ه د، هو مديني ه د في المعطيات ب 3 جذر 3. إذا نون ه تلت يبقى 1 جذر 3، إذا نون إحداثيها 6 وطلعنا جذر 3. بقى حد كتلة المثلث، بس خد بالك إن المثلث ده قطع يبقى كتلته هتكون بالسالب. مساحة المثلث نص القاعدة في الارتفاع، نص القاعدة نص به ج يعني 6 في الارتفاع 3 جذر 3 يعني 18 جذر 3. أكون بقى الجدول اللي هنشتغل عليه. نقطة ميم الكتلة عندها 36 جذر 3، ونقطة نون الكتلة عندها 18 جذر 3. لو فرضنا إن كتلة المثلث ب د ج ك يبقى أ ب ج 2 ك، يبقى هنفترض إن هنا كتلة ميم 2 ك، يبقى نون الكتلة سالب ك. اوعى تنسى ان المثلث قطعة يبقى كتلة سالب. احداثيات ميم 6 و2 جذر 3، 6 و2 جذر 3، احداثيات نون 6 وجذر 3. بنحدد احداثي مركز الثقل السيني بيساوي مجاء في المقام هنجمع الكتل 2 ك ناقص ك بك، 2 في 6 ب 12 ك ناقص 6 ك يديني 6 ك، يبقى الاحداث السيني لمركز ثقل 6 ك على ك بيديني 6. احداثي مركز الثقل الصادي صاد مين بيساوي نفس الكلام 2 ك ناقص ك في المقام بك، 2 في 2 ب 4 جذر 3 ناقص جذر 3 بيديني 3 جذر 3 ك، يبقى ك مع ك يديني 3 جذر 3. يبقى احداثي مركز ثقل 6 وهطلع 3 جذر 3. لو طلعت 3 جذر 3 الاقي نفسي واقف عند د، يبقى مركز ثقل المثلث او الجزء المتبقي عند د. هو كان طالب مني المسافه من د لالف. طيب الف ه كله، احنا جايبين الف ه كان بيساوي 6 جذر 3، يبقى د الف بيساوي 6 جذر 3 ناقص 3 جذر 3 بيديني 3 جذر 3. في الشكل المقابل قوة قاف تؤثر في ألف مقدارها 10 جذر 3 وحدة قوة، تصنع زوايا سيتا سين سيتا صاد سيتا عين والتلاتة متساويين، فإن متجه عزم قاف حول ب. يعني إيه قاف مقدارها 10 جذر 3 كمية قياسية؟ ومديني إن هي بتصنع 3 زوايا متساوية مع المحاور. هو عايز يقول لي غير قاف من كمية قياسية إلى كمية متجهة، يبقى عشان أغيرها يبقى قاف متجهة بيساوي قيمة قاف اللي هي 10 جذر 3 في متجهة الوحدة للمتجه قاف. طب متجه الوحدة هيجي منين؟ من خلال الزوايا اللي مديهالي. لما الزوايا بتكون متساوية يبقى متجه الوحدة عبارة عن 1 على جذر 3. لو كانت الزوايا الثلاثة متساوية وموجبة يبقى 1 على جذر 3 و1 على جذر 3، ده متجه الوحدة. وبالتالي نقدر نقول ان قاف متجه بقى عبارة عن 10 جذر 3 في 1 على جذر 3 بيديني 10 و10 و10، دي القيمة المتجهة للقوة قاف. عشان نحدد
عزم القوة قاف، محتاجين نقطة بتمر بيها قاف ولتكن نقطة ألف. طيب إحداثي ألف بكام؟ أبدأ من واو، عايز أوصل لألف هتحرك على محور السينات ناحية السالب 4 والصاد 3 وأطلع فوق 12، يبقى سالب 4 و3 و12، سالب 4 و3 وطلعنا 12 على محوري. عايز العزم عند مين؟ عند نقطة ب اللي هي كام مديهالي؟ على الرسم هتحرك على السين 4 بس، يبقى 4 و0 و0، يبقى متجه ر. سالب 4 ناقص 4 بسالب 8، 3 ناقص 0، 12 ناقص 0. العزم من خلال ضرب الاتجاه ر ضرب ق، الصف الأول سين صاد عين، ر سالب 8 3 12، أما ق هي 10 و10 و10 بيساوي. إشارات أول صف موجب سالب موجب، قيم أول صف سين صاد عين، بلغ الصف والعمود اللي فيه سين يبقى 30 ناقص 120 بسالب 90، بلغ الصف والعمود اللي فيه صاد يبقى سالب 80 سالب 120 يبقى سالب 200، بلغ الصف والعمود اللي فيه عين يبقى سالب 80 سالب 30 سالب 110، يبقى في السينات سالب 60 سالب 90، في الصاد سالب في سالب موجب 200، في العين سالب 110. الإجابة ألف. بالشكل المقابل ج ينتمي للمستقيم أ ب، يعني أ وب وج على استقامة واحدة. أ ب ب 10 ب ج ب 6 أثرت قوة 3 و16 و8 في النقط أ وب وج على الترتيب والعمودية على أ ب. فإذا كانت محصلة هذه القوة ح فإن، ومديني أربع اختيارات. عندي قوتين لأسفل وقوة الأعلى، طيب أجيب المحصلة إزاي؟ أجمع القوتين لأسفل ألاقي 3 و8 مجموعهم 11. والقوة اللي اتجاهها لأعلى مقدارها 16، مين الأكبر؟ يبقى ال 16 الأكبر. إذا المحصلة في اتجاه المجموعة الكبيرة، والمحصلة قيمتها ح بتساوي الفرق بينهم، يعني 16 ناقص 11 بيساوي 5. لو جينا على الاختيارات هنلاقي فيه 25 و25، يبقى بنلغي دال وبنلغي ب. باقي أحدد بعد المحصلة عن نقطة أ. طيب المحصلة لأعلى هنفترض إن هي عند نقطة د، اتجاه المحصلة لأعلى، قلنا المحصلة هتؤثر، هنفترض إن هي عند د وقيمتها 5 إلى أعلى. بما أن عزم المحصلة عند أي نقطة بيساوي مجموع العزوم عند هذه النقطة، فأنا هختار أ وأجيب عزم المحصلة، يبقى 5 في أ د، يبقى 5 أ د بتدور مع العقارب بالساعة بالسالب، ده عزم المحصلة بيساوي مجموع العزوم لباقي القوة. 3 بتمر يبقى عزمها بصفر، 16 بتبعد 10 بالسالب بتدور بالسالب يبقى سالب 160، 16 في 10. قوة 8 بتبعد 15 بتدور مع العقارب بالموجب، 15 في 8 ب 120 يبقى بتساوي سالب 40. عشان اجيب أ د المطلوبة يبقى سالب 40 على سالب 5 بيساوي 8. إذا قيمة المحصلة 5 وتبعد عن أ كام؟ 8 سنتي، يبقى الإجابة بتساوي ج. أ ب سلم غير منتظم، يعني وزنه مش في المنتصف، طوله 25 متر، وزنه واو، يؤثر عند نقطة ج بحيث أ ج 10، يعني من أ لج 10، يبقى من ج لب 15. حفظ بواسطة ربطه بخيط خفيف من منتصفه، وثبت الآخر الطرف الآخر للخيط في الحائط بحيث كان الحبل أفقيا، وزاوية ميل السلم على الرأس ه، يبقى زاوية ميل السلم على الرأس ه ب ه. الخيط مربوط عند نقطة س في المنتصف، يبقى هنا س ب 12.5 وج س بتساوي 2.5.
السلم طوله 25، السلم متزن يبقى يمين يمين بيساوي شمال، يبقى ر 2 بتساوي الشد وفوق بيساوي تحت، يبقى ر 1 بيساوي الوزن. العزوم عند اي نقطه بيساوي صفر، هنجيب العزوم عند نقطه ب، يبقى ر 2 ملغيه. ش في البعد ب د، ب د في مثلث قائم زاويه مجاور لزاويه ه، يبقى ش تنضرب في ب د بتدور مع العقارب، يبقى سالب ش في د ب، د ب مجاور لزاويه ه والوتر 12.5، يبقى 12.5 جتا ه. جبنا عزم اول قوه، القوه الثانيه اللي مقدارها واو، البعد العمودي بينها وبين ب هنسميه ج ص، يبقى الوزن واو بعد العمودي ج ص، الوتر 15، الزاويه المقابله اهي، يبقى الوزن بيدور مع العقارب ينضرب في ج ص اللي هي 15 ج ه، 15 ج ه. اخر قوه عندي ر 1 بتدور بالموجب، تنضرب في البعد العمودي اللي هو ا ن مقابل الزاويه ه، وتر 25، يبقى 25 ج ه بيساوي صفر. سالب ش في 12.5 جتا اهي، سالب 15 واو جا اهي، زائد 25 ر 1، خد بالك ان ر 1 بتساوي واو، يبقى 25 واو جا اهي ناقص 15 واو جا اهي بيديني موجب 10، واو جا اهي بيساوي صفر. يبقى سالب ش في 12.5 جتا اهي بيساوي السالب 10، واو جا اهي. اذا السالب مع السالب، يبقى قيمة الشد بيساوي 10 واو جا اهي على 12.5 جتا اهي، يبقى 10، و10 واو جا اهي على 12.5 جتا اهي بيساوي 10 على 12.5، 10 على 12.5 4 على 5 واو ظا ه، يبقى 4 على 5 واو ظا ه. جسم وزنه 98 ثبت اسفل سقف حجره خشن وسط قوة رأسية لأعلى مقدارها 338، إذا شد الجسم أفقيا بقوة قدرها 120 نيوتن فكان على وشك الحركة، طالب مني معامل الاحتكاك السكوني. سؤال سهل جدا بس محتاج تاخد بالك عشان هتعدل بعض الاتجاهات الموجودة. يعني إيه؟ يعني أنا عندي القوة 338 اتجاهها لأعلى، فأنا هلغيها وأخلي اتجاهها لأعلى من فوق، يبقى هخلي اتجاه القوة لأعلى 338 والغي ال 338 لتحت. طيب عندي 98 ده وزن الجسم، طبعا وزن الجسم معروف ان هو دايما لاسفل، اذا هنا في وزن الجسم لاسفل مقداره كام؟ 98، مفيش كلام. اتجاه الحركه 120، في اتجاه 100 القوه 120، يبقى اتجاه الاحتكاك عكس اتجاه الحركة، اتجاه الحركة في اتجاه القوة 120، يبقى اتجاه الاحتكاك السكوني عكس اتجاه القوة 120، وبالتالي كده خلاص ظبطت الاتجاهات، فوق بيساوي تحت. باقي رد فعل المستوى، طبعا رد فعل المستوى القوة بتشد لأعلى، يبقى رد فعل المستوى لأسفل، يبقى عندي 98 زائد ر، دي المجموعة لأسفل، فوق يساوي تحت 338 بيساوي 98 زائد ر، اذا ر بتساوي 338 ناقص 98 بيديني 240. المعادله الثانيه 120 بتساوي ح س،
يبقى 120 بيساوي ميم س فر بيساوي ميم س فر اللي هي 240. 120 على 240 بيساوي نص. الرقم 20 بيقول لي مثلث ا ب ج م نقطة تقاطع متوسطات المثلث. طيب نشوف المثلث على الرسم، نلاقي ا ب ج. اذا اقدر احدد احداثي ا من على الرسم، اتحركت في س 6 وصفر وصفر، يبقى 6 وصفر وصفر. كذلك اقدر احدد احداثي ب، اتحركت في ص 3 يبقى 0 و3 وصفر. برضو اقدر احدد ج اتحركت في ع 9 يبقى 0 و0 و9. انا بحدد ليه احداثيات رؤوس المثلث؟ عشان م نقطه تقاطع المتوسطات، يبقى م بتساوي اجمع ا وب وج واقسم على 3 يبقى 6 و0 و0. 6 على 3 بيساوي 2. 0 و3 و0 3 على 3 فعل 1. 0 و0 و9 على 3 بيساوي 3. انا كده حددت نقطه ميم. ارجع للقوه بتاعتي، مقدارها 5 جذر 41، تعمل في اتجاه ميم. برضه زي ما قلنا في المثال اللي قبل كده ثلاثي الابعاد، لازم احول قاف من كميه قياسيه الى كميه متجهه من خلال ضرب قاف في متجه الوحده. متجه الوحده بيساوي، اجيبه ازاي؟ اجيبه من خلال ج م على معياره. طيب اجيب ج من الاول اللي هي م ناقص ج بيساوي 2 ناقص 0، 1 ناقص 0، 3 ناقص 9 بسالب 6. كده حددنا المتجه من ج. باقي معيار ج م هيساوي جذر تربيعي مربعات 2 في 2 ب 4، 1 في 1 يبقى كده 5، 6 في 6 ب 36 و5 يبقى 1 واربعين. من هنا اقدر اقول بقى ان قاف متجه بيساوي الكمية القياسية اللي هي 5 جذر 41 في متجه الوحدة. متجه الوحدة اللي هو 2 وواحد وسالب 6 على جذر 41. هيطلع لي ان قاف بتساوي كام؟ الجذر مع الجذر 5 في 2 ب 10، 5 في 1 ب 5، 5 في 6 بسالب 30. كده حددنا قاف. بقى نحدد ري. طب نجيب ري ازاي؟ ري بتيجي من خلال نقطة بتمر بيها قاف اللي هي ميم او جيم. هناخد جيم يبقى صفر وصفر وتسعة، عايز العزم عند نقطة الاصل يبقى ناقص صفر وصفر وصفر، بيديني صفر وصفر وتسعة. كده حددنا الري. نحدد العزم من خلال الضرب، نحدد العزم من خلال الضرب الاتجاهي. اول صف س ص ع ر اللي هي 0 و0 و9، ق اللي هي 10 و5 وسالب 30. نختار اول صف، نفك المحدد بالصف الاول، يبقى موجب سالب موجب س ص ع. بنلغي الصف اللي فيه س والعمود اللي فيه س، يبقى 0 في سالب 30 ناقص 45 يبقى سالب 45. بنلغي الصف والعمود اللي فيه ص، يبقى 0 في سالب 30 ناقص 10 في 90 بسالب 90. بنلغي الصف والعمود اللي فيه ه، يبقى 0 ناقص 0 بيساوي 0. اذا عزم الازدواج في اتجاه س سالب 45 في اتجاه ص سالب في سالب بموجب 90 في اتجاه ع بيساوي صفر. فين في الاختيارات؟ سالب 45 س زائد 90 ص. الاجابه ب. تؤثر القوى المتوازيه المستويه، ق1 لام زائد ك، ق2 سالب 2 زائد 4، ق3 لام زائد 1 و5 في النقط ا وب وج على الترتيب. طالب مني القياس الجبري لعزم المحصله حول نقطه الاصل. انا خدت بالي وانا بقرا القوة دي مالها؟ احنا خدنا بالنا ان تؤثر القوة المتوازية. متوازية يعني ايه؟ يعني لو جبنا ميل الاولى كاف على لام، ميل الاولى كاف على لام بيساوي ميل الثانية 4 على سالب 2 بيساوي ميل القوة الثالثة اللي هي 5 على لام زائد 1، 5 على لام زائد 1. وبالتالي اقول لام زائد 1 يبقى لام زائد 1
بيساوي 5 بسالب 2 بسالب 10 على 4 بيساوي سالب 2.5، يبقى لام بتساوي سالب 3.5. يبقى جبنا قيمة لام سالب 3.5. طيب عايز اجيب كاف، يبقى كاف بتساوي 4 لام، يبقى كاف بتساوي 4 لام على سالب 2. لام بسالب 3.5 في 4 بسالب 14 على سالب 2 بيساوي 7. يبقى جبنا القوة الأولى قاف واحد بتساوي لام وكاف، يعني سالب 3.5 سالب 3.5 و7 قاف 2 سالب 2 و4 قاف 3 لام اللي هي سالب 2 سالب 3.5 زائد 1 يبقى سالب 2.5 و5. ثلاث قوى معايا، قاف تؤثر في نقطة ألف اللي هي سالب 1 و2، قاف 2 تؤثر في نقطة ب اللي هي سالب 2 و3، قاف 3 تؤثر في نقطة ج اللي هي 0 و4. عزم المحصلة بيساوي مجموع عزوم هذه القوى حول نقطة الأصل، وبالتالي ر 1 هي ألف، ر 1 ر 2 هي ب، ر 3 هي ج. إذن عزم المحصلة بيساوي مجموع عزوم الثلاث قوى. القوة الأولى عزمها يبقى ر 1 اللي هي سالب 1 و2 ضرب اتجاهي سالب 3.5 و7 زائد ر 2 سالب 2 و3 في سالب 2 و4، ر 3 0 و4 في سالب 2.5 و5، سالب 1 في 7 يبقى سالب 7، سالب 2 في سالب 3.5 بموجب 7، سالب 2 في 4 بسالب 8، سالب 3 في سالب 2 بموجب 6، 0 في 5 بصفر، سالب 4 في سالب 2.5 بموجب 10 بيساوي 7 مع سالب 7، يبقى سالب 8 و6 سالب 2، سالب 2 و10 بيساوي 8. ألف ب قضيب منتظم وزنه 10 ثقل كيلو جرام، يتصل عند ألف بمفصل مثبت في الأرض، عند ألف في مفصل وربط من طرفه ب بحبل خفيف غير مرن يمر على بقرة ملساء يتدلى من الطرف الآخر للحبل ثقل وزنه واو. إذا اتزن القضيب في وضع يميل بزاوية 30 عند ألف مع الأفقي ويصنع الحبل زاوية 30 مع الرأس عند ب، طالب منا رد فعل المفصل. هرسم الرسمة بشكل أوضح، ص زائد جذر 3/2 واو بيساوي تحت اللي هي 10، ويمين اللي هي س بيساوي شمال اللي هي نص واو. العزوم عند أي نقطة ألف بيساوي صفر، طبعا القضيب وزنه يؤثر في المنتصف، يبقى هنا طول لام وهنا طول لام، إذا طول القضيب كله 2 لام. البعد بين نص واو وألف، العزوم عند ألف بيساوي صفر، يبقى سين وصاد سين وصاد عزمهم عند ألف صفر. طيب نتكلم على القوة اللي مقدارها 10 بتلف بالموجب، 10 في البعد العمودي عن ألف اللي هو ضلع مجاور للزاوية 30، يبقى لام جتا 30. القوة التانية عندي نص واو بتلف بالموجب، يبقى نص واو في البعد العمودي من نقطة كاف لنون اللي هو مقابل الزاوية 30، يبقى 2 لام جا 30. آخر قوة اللي هي جذر 3/2 واو بتدور مع العقارب، يبقى سالب جذر 3/2 واو في البعد العمودي اللي هو من نون لألف اللي هو 2 لام جا 30. كل ده بيساوي صفر، كل الحدود فيها لام، يبقى هنقسم على لام على لام على لام، يبقى 10 في جذر 3/2 ب5 جذر 3
الاتنين مع الاتنين يبقى نص واو، هنا ناقص، الاتنين مع الاتنين يبقى جذر تلاتة في جذر تلاتة على اتنين بتلاتة على اتنين واو بيساوي صفر. نص واو ناقص واحد ونص واو بيديني سالب واحد، هنقلها وشال مخالفة يبقى خمسة جذر تلاتة بيساوي واو. جبنا الوزن يبقى صاد بتساوي عشرة ناقص جذر تلاتة على اتنين في واو، يعني جذر تلاتة على اتنين في خمسة جذر تلاتة، يعني جذر تلاتة على اتنين في خمسة جذر تلاتة. اذا صاد جذر في جذر بتلاتة في خمسة بخمستاشر على اتنين سبعة ونص، عشرة ناقص سبعة ونص باتنين ونص، يبقى صاد باتنين ونص. نعوض نجيب السين، يبقى سين بيساوي نص واو، سين بيساوي نص واو يعني اتنين ونص جذر تلاتة. اذا رد الفعل عند المفصل ر تربيع بيساوي اتنين ونص تربيع يعني ستة وربع، اتنين ونص جذر تلاتة تربيع يبقى تلاتة في ستة وربع، اذا ر تربيع بيساوي ستة وربع زائد ستة في تلاتة وربع يعني أربعة في ستة وربع. لو جبنا الجذر يبقى ر بتساوي جذر أربعة اتنين، وستة وربع جذرها بالآلة اتنين ونص، اتنين في اتنين ونص بيساوي خمسة، يبقى الإجابة خمسة. أ ب ج د شبه محارب متساوي الساقين مثلة القوة المقدرة بالنيوتن والمبين مقاديرها واتجاهاتها تمثيلا تاما بأضلاع شبه المحارب، فكانت المجموعة تكون ازدواج. طالب مني معيار عزم هذا الازدواج. لو بصينا هلاقي القوى الأربعة في ترتيب دوري واحد وبتمثل ازدواج، إذا النسبة بين القوة وطول الضلع دايما نسبة ثابتة. هو ما طلبش مني قاف واحد وقاف اتنين وقاف تلاتة، طلب معيار العزم، والقانون بيقول بيساوي معيار العزم يساوي ضعف في مساحة الشكل. طيب أجيب مساحة الشكل ده إزاي؟ لو نزلنا عمود من د هنسميه د واو، لو نزلنا كمان عمود من الف هنسميه الف نون. الف د 18 يبقى نون واو 18، من 42 باقي 24، يبقى هنا 12 وهنا 12. بعمل كده ليه؟ عشان اجيب د واو باستخدام فيثاغورس 20 تربيع ب 400 ناقص 12 تربيع 144 بيديني 256. اذا د واو اللي هو العمود بيساوي جذر 256 16. اذا عزم الازدواج ضعف مساحه الشكل، الشكل شبه محارف مساحته نص مجموع القاعدتين، القاعدتين مجموعهم 60 في الارتفاع، ما تنساش في النسبه اللي هي 40 على 20 بيساوي 2، باستخدام الآلة بيديني 1920 نيوتن لكل سنتي. في الشكل المقابل أ ب ج د ه سلك منتظم السمك والكثافة. طيب أنا عارف لما أجيب مركز ثقل لسلك بجيب كل قطعة على حدة، يعني أ ب مركز ثقل وهيبقى عند نقطة ميم. إذا ميم أول نقطة عندي، إحداثيات ميم هتبقى لو اعتبرنا إن ب صفر وصفر يبقى هنا صفر وعشرة، إحداثيات ميم صفر وعشرة. الجزء الثاني من السلك ج ب هنعتبر مركز ثقل وعند نون، إحداثيات نون مشينا خمسة وصفر، يبقى تاني نقطة نون الإحداثيات خمسة وصفر. بالنسبة لج د مركز ثقلها هيكون عند نقطة س. طيب س احداثياتها كام؟ اتحركنا 10 وطلعنا 5 يبقى 10 و5. اخر قطعه عندي ه د هنعتبر مركز ثقلها عند ص، يبقى ص احداثيات ص كام؟ اتحركنا 10
وخمسة يبقى 15، وطلعنا كام؟ طلعنا 10. باقي الكتل، طب هتجيب الكتل منين؟ من خلال أطوال الأضلاع أو نسب أطوال الأضلاع. بالنسبة لصاد 10، سين 10، نون 10، فأنا لو اعتبرت إن نون كتلتها كاف يبقى سين كاف يبقى صاد كاف، بس ب ألف طولها 20 تبقى 2 كاف. كده خلصنا إحداثي مركز الثقل السيني بيساوي في المقام بنجمع الكتل، يبقى 1 2 3 و2 5 كاف. في البسط بضرب 2 في 0، 5 في كاف و10 في كاف، يبقى 15 كاف، و15 كاف 30 كاف فيها الستة. طيب إحداثي مركز ثقل الصادي بتساوي بنفس الطريقة، بالنسبة لصاد يبقى 20 في 2 في 10 ب20، وهنا 5 كاف يبقى 25، وهنا 10 كاف يبقوا 35 كاف، كاف مع كاف يساوي 7، يبقى الإحداثي 6 و7. ألف ب ص مهملة الوزن ترتكز على وتد أملس عند جيم اتزنت أفقيا عندما علق من ألف ثقل قاف ومن ب ثقل 144 كما في شكل واحد، واتزنت أفقيا أيضا عندما علق من طرف ألف 36 ومن طرف ب ثقل مقداره قاف كما في الشكل 2. عايز ألف جيم على جيم ب. الساق الأولى ألف ب مرتكزة عند جيم، رد الفعل ري واحد، الجسم متزن، يبقى نجيب العزم عند جيم، وبالتالي يبقى قاف في ألف جيم، يبقى قاف في ألف جيم بيساوي 144 في جيم ب. الناحية التانية نفس الكلام، متزن عند جيم، يبقى العزم عند جيم بيساوي صفر، يبقى 36 في ألف جيم، 36 في ألف جيم بيساوي قاف في جيم ب، قاف في جيم ب. لو قسمنا المعادلتين على بعض الاقي ان ألف جيم مع ألف جيم يبقى قاف على 36، هنا ألف جيم مع ألف جيم، وب جيم مع ب جيم. طيب مقص كده يبقى قاف في قاف بقاف تربيع بيساوي 36 في 144، 36 في 144. اذا قيمة قاف الجذر التربيعي، الجذر 36 6، الجذر 144 بتساوي 12، يبقى قيمة قاف بتساوي 2 وسبعين. لو عبت عن قاف اي معادلة منهم يبقى قاف في الف جيم يبقى 72 الف جيم هيساوي 144 جيم ب، 144 جيم ب على 72، يبقى هنا الف جيم بيساوي 2 جيم ب، يبقى الف جيم الى جيم ب، الف جيم الى جيم ب مرجعش فاضي ب2 على 1.